السلام عليكم. ترتيب مجموعة دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية مباراة الجولة الأولى. ترتيب المجموعة الأولى: الهلال في المركز الأول برصيد 3 نقاط، مازيمبي ثانيا برصيد نقطة واحدة، مولودية الجزائر ثالثا برصيد نقطة واحدة، يانغ أفريكانز رابعا برصيد 0 نقطة. ترتيب المجموعة الثانية: الجيش الملكي في الصدارة برصيد 3 نقاط، سان داونز ثانيا برصيد نقطة واحدة، مانيما أونيون ثالثا برصيد نقطة واحدة، الرجاء الرياضي رابعا برصيد 0 نقطة. ترتيب المجموعة الثالثة: الأهلي في الصدارة برصيد 3 نقاط، أورلاندو بيراتس ثانيا برصيد 3 نقاط، شباب بلوزي ثالثا برصيد 0 نقطة، إستاد أبيدجان رابعا برصيد 0 نقطة. ترتيب المجموعة الرابعة: بيراميدز في الصدارة برصيد 3 نقاط، الترجي الرياضي ثانيا برصيد 3 نقاط، ساغرادا ثالثا برصيد 0 نقطة، جوليبا رابعا برصيد 0 نقطة.